طيب الخبر اللي بعده خبر بي بي سي بترصد الحقيقة معاناة الصحفيين والنشطاء السياسيين من التدابير الاحترازية بعد الإفراج عنهم. اتفضل أستاذ نادر. لا ده اللي بقى مش ده حضرتك. لا مش ده مش ده مش ده, مش ده اللي هو البي بي سي 16 اللي هو بي بي سي بترصد معاناة. أيوة. يعني معلش اتفضل. هنا الخبر ده أنا فعلا النهاردة كنت قرأته بيتكلم على أول حاجة طبعا لازم نعرف قيمة كلمة البي بي سي. بي بي سي طبعا الشبكة البريطانية الأساسية الرائدة في مجال الأخبار في العالم. العنوان بيقول ايه بقى؟ العنوان بيقول العدالة المصرية, هو نوع من السخرية. العدالة المصرية فريدم باي دي, يعني الحرية يوم بيوم, وبريزر باي نايت, يعني بديك الحرية الصبح وبخليك سجين بالليل. بيتكلم على فكره المراقبه للنشطاء السياسيين اللي خرجوا الفتره اللي فاتت, اللي هم بياخدوا 12 ساعه في مراقبه في ده واحد اهو مسكين واحد اهو. بيتكلم على سامح مصطفى. والفكره اللي بتحصل فعلا خصوصا الايام دي اللي بخليها بالشكل ده فكره رمضان, وان المراقبه المفروض من 6 ل 6. فكانوا كانوا بيروحوا الفتره اللي فاتت ان هم يستسمحوا الاسم ان يخلي الناس تفطر. اعتقد الفطار في مصر الساعه 7 تقريبا, فالناس تفطر في بيتها وتروح المراقبه. فهم كانوا لا بيصمموا ان هم يجوا الساعه 6, فكان بيضطر اهاليهم يجوا معاهم عشان يفطروا معاهم جوه في رمضان. ولكن النهارده قريت خبر ان علاء عبد الفتاح خد استثناء ان هو يروح 7:30. لا اقول لك ليه؟ لانه اخته كتبت, او منى سيف مش عارف. ايوه كتبت, قالت اقرب نقطه لعلاء عبد الفتاح قربوا الفطار هم شويه العيله كلها. ايوه لحد اسم الشرطه عشان يبقوا قريبين جدا منه. فالدنيا اتقامت على القصه بالظبط. هو هنا بيتكلم على سامح, هنا بيتكلم على سامح ان هو حصل له موقف. كان رايح هو سامح قاعد عايش في بعيد, يعني 200 كيلو عن 200 كيلو عن المكان, وحصل ان هو كان راح وفي حادثه. حتى لو شفنا الصوره اللي فوق, صوره عربيته وهي عبل حادثه, وكانت مشكله ان هو يوصل بعد الحادثه دي يوصل للاسم اللي هو المفروض يعمل فيه المراقبة, وفي نفس الوقت لمدة 5 سنين. فهو بيقول هو مجرد ان هو عنده 32 سنة كان ساعتها بيمشي, يعني راح بشكل سريع جدا عشان يلحق يروح المكان ده, وما عملوش حتى يعني نوع من الرحمة بيه ان هو حصل له حاجة زي كده هوت, ولا ان هو حصل له حادثة وادوله شهر سجن غيابي عشان اتأخر على المراقبة في اليوم ده, مع انه هو عامل حادثة وشايفين منظر العربية يعني متكسرة. فبه هو مدي مثال بسامح, كأنه لأنه طبعا موضوع المراقبة وموضوع انه هو صحفي, وبعد كده بيتكلم صناعي المعروف تقي النصارى السوداء, التويتر اللي عملها سامح نفسه. الفكرة بقى هو بيقول ان هو الموضوع بيشمل المئات من النشطاء السياسيين بيواجهوا نفس الفكرة ده, هي بروبيشن اللي هو المراقبة, وان جماعات حقوق الانسان كلها بتدين الموضوع ده, بتقول ان هو موضوع مبالغ, يعني مبالغ فيه جدا. واحد يقعد يعني مثلا ياخد زي على 5 سنين سجن, يعني بيقولوا المفروض ياخد سنه مراقبه مثلا. لو 5 سنين سجن ياخد 5 سنين مراقبه 12 ساعه, يعني تقريبا نص المده. يعني سجن ارحم. لا هنا كمان بيقول ايه, داسك تيل دون, دي يعني ده تعبير معناه داسك تيل دون, يعني من المغرب للفجر. بيقول ان هو ان الموضوع ده هو بقى واحد اسمه رامي, يعني ده التعبير ده يعني من المغرب للفجر. داسك تيل داون, تاسك تيل داون ده يعني خلاص انا بقت حياتي في السجن من الداسك اللي هو الغسق, اللي هو المغرب لغايه الفجر. الفجر هم 12 ساعه اللي بيقعدهم. فبيقول خلاص انا بقول لها, هو بكاتب بيقول واحد منهم بيقول انا مش قادر اشتغل, مش قادر, عندي ما عنديش حياه عائليه, انا افلست ماديا بسبب الموضوع ده هو. انا المفروض مفرج عني وحياتي كلها مش ولا شغل, مش عارف اشتغل ولا عارف اعيش ولا عارف اجيب فلوس, وحياتي العائليه اتدمرت عشان مجرد الموضوع ان انا هقعد 3 سنين اروح من 6 بالليل ل 6.